جرار بقيادة وكيل لائحة سعيد صبري والسيدة نادية فكري. أيها الإخوة والأخوات المواطنون والمواطنات سكان كريان الوردة، نحن منكم وإليكم كنقول لكم واحد الكلمة، صوتوا علينا وحاسبونا. معاصرة مطلب الأولاد، أصالة تورط الجداد، معاصرة مطلب الأحفاد، أصالة تورط الجداد، معاصرة مطلب الأولاد، أصالة تورط الجداد، معاصرة مطلب الأحفاد. السلام عليكم، اليوم كنتواجدوا بدوار الوردة في حي الصناعي، لقينا واحد الترحيب كبير من طرف الساكنة اللي كنشكرهم بزاف على وضع الثقة ديالهم فينا. سعيد صبري وكيل لائحة المقاطعة وكيل تعيين الجهة بعامة مقاطعة السيد البرنوسي. كما كتعرفوا هذه جولة من جولة للحملة الانتخابية اللي كيقوم بها الفريق ديالنا والإدارة اللي مكلفة بالحملة ديال الحزب. إيمان عزيزو، عضوة المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة. أنا اليوم كنتواجد في سيدي في البرنوسي، بالضبط في الدوار ديال الوردة. التواجد ديالي اليوم هو من أجل دعم الشباب ديال الحزب ديالنا في شخص سعيد صبري والأخت نادية فكري، الوكيلين ديال اللائحة ديال الجهة. واللي طار الانتباه ديالي واحد السيدة كنا عندها دابا، سيدة كبيرة وكريمة، قالت لنا واحد الكلمة، قالت لنا عافاكم حنا اللي عطا الله عطا، الله يخليكم، تكلفوا لنا بالشباب وديروا مستقبل الشباب ومستقبلكم انتم كشباب. وحنا الاولويات ديالنا في هذا الحزب الاصاله والمعاصره هي الشباب، تحسين ظروف العيش ديالهم، نوفروا لهم التعليم، نوفروا لهم الشغل، وهذا من بين الاولويات ديالنا اللي غنخدموا عليها اون فوا غادي ناخذوا ان شاء الله الزمام الامور. شكرا. الحمد لله، حنا اليوم كنتواجدوا بالمنطقه ديال الحي الصناعي، بالضبط بالدوار ديال الورده. هذه المنطقه اللي عزه القلوب ديالنا وللسكان ديالنا، الحمد لله تلاقينا عندهم واحد الترحيبات وتسنط الهموم ديالهم والمشاكل ديالهم. وحنا من هذا المنبر كنتعهدوا الاخوان ديالنا جميعا لهاد الساكنه بان غنكونوا عند حسن الظن ديالهم. وكما كتعرفوا فاحنا اليوم كندعموا الشباب ديال الحزب ديالنا اللي مرشحين يعني في مختلف مناطق المملكه، سواء على المستوى المحلي الدوائر المحليه بالنسبه للانتخابات التشريعيه او لا بالنسبه للجهه وما هو جماعي محلي. الشعار ديال الحزب اليوم هو باش نزيدوا القدام. كما كتعرفوا هذا الدوار هذا يعني كانوا مجموعه ديال المشاكل اللي من بينها اللي هي مشاكل انيه، هي المشكل ديال السكن ديال هاد الساكنه ديال هاد المنطقه هذه وديال هاد الدوار هذا، اللي ان شاء الله الى تقوا فينا الساكنه ديال هاد المنطقه هذه وعطاو الصوت ديالهم للشباب ديالهم ابناء المنطقه ديالهم، كنتمنى ان شاء الله انه هذا من بين الملفات اللي غادي تكون على سواء على طاوله الجهه ولا على طاوله مجلس المدينه او لا كذلك على المستوى التشريعي كذلك. وهذه المسؤوليه وهذه المشاكل هذه ما هي الا 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 امانه في العنق ديالنا. ان شاء الله غنكونوا عند حسن الظن، وكنتمنوا الاخوان يخرجوا بكثافه يوم اقتراع يوم 8/9 شو تنبر ان شاء الله من اجل التغيير، من اجل باش نزيدوا لقدام، من اجل تحقيق الافضل لهذ الشباب والشابات. وكنتمنوا خير لهذ البلاد، وكنشكروا جميع الاخوان اللي كيقومون بالحملات في اطار التدابير الاحترازيه، وان دل على ذلك الا حب لهذا الوطن، حب لهذا الحزب هذا اللي كيتعهد باش يكون عند الحسن الظن ديال السكان جميعا بعامة مقاطعة السيد البرنوسي. وشكرا. انا كنقول للسكان ديال هذه المنطقه هذه انه الحزب عمرو ما كان كيسير على المستوى الحكومي. اليوم احنا عندنا رغبه كبيره باننا نشتغلوا. الحزب قدم كفاءات، قدم اطر اللي الحمد لله يعني ناجحه في مسارها، سواء الدراسي ولا المهني. ناس اللي ما كيقلبوش على المناصب، ناس اللي الحمد لله يعني بالكفاءه ديالهم، بالمناصب ديالهم، بالمسؤوليات ديالهم، بالاعمال ديالهم الحمد لله، ولكن ناس اللي عندهم واحد الرغبه في انهم يخدموا بلادهم
يخدموا الوطن ديالهم ويقدموا خدمه للساكنه ديالهم، وباش اننا نزيدوا القدام بالدار البيضاء ونزيدوا القدام بالبرنوصي. وبالتالي فانا كنقول للساكنه ديال المنطقه ديال البرنوصي، الا بغيتوا تزيدوا القدام صوتوا على الاصاله والمعاصره اللي رمز ديالو الجراب، واللي ان شاء الله به غادي نزيدوا بلادنا القدام. شكرا. الجداد معاصرة مطلب الأولاد، أصالة دورة الجداد معاصرة مطلب الأحفاد.